ما عرفت وشني حجة ولا ميتة، ما كرهت شيء. راني الليل كامل وانا نبات نبكي ونظل نبكي، ما عندي حالة. دقيق ما تليتش كليدة. دخلنا البيت ديالها، لقينا واحد الشانطة ديالها فيها واحد الوثائق بنكية، فيها واحد الوثيقة ديال البندقية من الأخ ديال سميح الغازي اللي اختفت 22 شهر 10 2022. لحد الآن ما عندنا لا أخبار. كانت خدامة في مخبازة، خرجت مع ديك الجوجونس من المخبازة، عاود فاش تمشي للدار ما جاش للدار. جلسنا حتى الجمعة في الصباح، مشينا بين ديكلاريو، قالنا الأمن 48 ساعة ورجعوا. 48 ساعة مشينا درنا ديكلاراسيون، ملي رجعنا للدار كنقلبوا واش دات معاها حويجه واش ما داتش واش هادي. دخلنا البيت ديالها، لقينا واحد الشنطة ديالها فيها واحد الوثائق بنكية، وفيها واحد الوثيقة ديال البندقية، وفيها واحد التصويرة هي وداك العون سلطة، فيها داك الكلي فيهم فيديوهات جنسية، وفيهم تصاور بينه وبينها، وفيهم اوديوات بانه غادي ياخذ، بانه اغتصبها عندها 14 عام. قال لها صبري عليا غنتزوج بيك. لحد الان السيدة بقات كتسنى السيد راه غيتزوج بيا اليوم غدا، صبري عليا شوية صبري. صافي هادشي اللي كاين. هذا عون سلطة ومن عائلة الوالد، راه في الدوار، نيت في الدوار فين كنا ساكنين حنا. مشينا عند وكيل الملك في صويرة الله يرحم ليه الوالدين، دار الوالد شكاية، عيطوا ليه الدرك الملكي، عيطوا للسيد سولوه صافي راه مازال ماشي، ما سولوه وزاد حالاته ما كاين حتى شي خبار. درنا ثاني شكاية في الاستئناف فاسفي، رايتوا لي الدرك الملكي ديال صويرة قال لي رحنا خدامين ونتمنوا تبان الاخت ديالنا سواء حيه ولا ميته. هادشي اللي بينا الحقيقه اللي كاينه هي تبان الاخت حيه ولا ميته تبان. زادت ما عرفتهاش كيفاش الحال ديالها، واش مشات على خاطرها ولا الله اعلم مخطوفه ولا الله العلم بينا وبها. ما عرفت واش ني حجه ولا ميته، ما كرهت شيء. راني الليل كامل وانا نبات نبكي ونظل نبكي، ما عندي حاله. دقيق ما تليتش كليده، راه كل نهار كنطل من اللي رقب على محلي فين كترقد هي كيجيني البقا، راه لا حول ولا قوه الا بالله. انا عند الله وجلالات الملك ورجع للدار تجي مرحبا بها بحالها بحال خوتها، عاد ما نقول لها. وانا ما بيني وبينها حتى حاجه على الخير والحسين، الله اعلم بينا وبها واش خاطفينها ولا مشات على خاطرها ولا الله اعلم. اودي يا سيدي ما نعلمو بشي حاجه.